second lecture عندنا في الـ AC circuits، هنتكلم على theories of AC circuits. احنا في الـ DC خدنا theories كتيرة، خدنا الـ KVL والـ KCL، واخدنا الـ Thevenin والـ superposition والـ nodal والـ mesh. هي theories هياها، بس هنبتدي نعملها application على الـ AC circuits. الـ theory نفسها بنشتغل بنفس الطريقة، بس بيبقى الديفرنس عندنا ان احنا في الاي سي سيركتس بنبقى بنشتغل ريال وايماجينري، مش بنشتغل كريال بس، لان احنا كان زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الدي سي سيركتس ما كانش فيها غير ريزيستنس بس. المرة دي انا بيبقى عندي ريزيستنس واندكتور وكاباسيتور، فبيظهر عندي امبيدنس وبيظهر عندي اندكتيف رياكتنس وكاباسيتيف رياكتنس. لو جينا بصينا لأول حاجة عندنا، لو أنا عندي a number of impedance connected in series، يبقى كده عندنا أدي الـ AC supply، أدي عندي Z1 والـ voltage across it هتبقى V1، وعندي Z2 والـ voltage across it هتبقى V2، وعندي Z3 والـ voltage across it اللي هي الـ V3. زي ما احنا عارفين الـ series configuration هتبقى عبارة عن الـ summation of the impedance، يبقى الـ Z total عندنا اللي هي الـ total أو الـ equivalent impedance of the AC impedances of the AC circuits هتساوي summation of all of the impedances in the circuit، يبقى هتساوي Z1 plus Z2 plus Z3. طيب ولو عايزين نحسب أو نعمل calculation للـ current من Ohm's law، احنا عارفين الـ current هيساوي الـ voltage over الـ impedance، يبقى هيساوي الـ V over Z1 plus Z2 plus Z3. طيب في الـ Series Configuration، لو أنا اللود بتاعنا أو الـ Elements اللي موجودة في الـ AC Circuit عندنا كانت RL Circuit، طيب إحنا عرفنا المرة اللي فاتت في لما بيكون في عندنا Inductive Load أو RL أو Load يعني عبارة عن Inductor بس، فبتكون الفولتج بتاعنا leads الكرنت، وزي ما قلنا هي يا اكني بقول ان الكرنت lags الفولتج. طيب الانجل او الفيس شيفت between الفولتج والكرنت هتكون between 0 and 90 according للvalues of الريزيستور والاندكتور بتاعنا، فده بيتحسب على حسب كل مسألة عندنا. يبقى كده في series configuration لو لقيت الالمنتس بتوعي هم RL circuit أو RL elements، يبقى أنا كده عارفة أكيد إن أنا الـ voltage leads الـ current أو الـ current lags الـ voltage، بس الـ angle of الـ lagging أو الـ leading دي بتبقى على حسب الـ value بتاعة الـ R والـ L، فهي بتبقى الـ range بتاعها من 0 لـ 90. طب لو ما كانش عندي الـ R زي ما قلنا المرة اللي فاتت، يبقى على طول أنا عارفة إن الـ voltage leads الـ current by 90 degrees بس. لو عندي RC circuit زي ما اتفقنا، السيركتس اللي فيها ال L عكس بالظبط السيركتس اللي فيها ال C، هلاقي ان الكرنت ليدز الفولتج، بس المرة دي انا عندي R وعندي C مع بعض، فهلاقي ان انا الانجل اوف ليدنج between الكرنت والفولتج هتبقى الرينج بتاعها من 0 to 90 degrees. طيب وزي ما قلنا المرة اللي فاتت لو كانت capacitive load بس ما كانش عندي resistor، كانت هتبقى ال current leads the voltage by 90 degrees على طول. طيب طب انا لو كان عندي بقى RLC circuit، يعني عندي ال 3 elements، هل انا هقدر اعرف كده من ال first time هل هي lead ولا lag؟ لا، هنا لازم بقى احسب ال current ال value بتاعته بكام، واحسب ال voltage بتاعنا بكام، واشوف الفيس شيفت بتوين ديم، واشوف الدايركشن بتاعه الانجل بتاعتنا او الساين بتاعتها. زي ما قلنا لو كانت بوزيتيف هتبقى ليد، ولو كانت نيجاتيف هتبقى لاج، دي بتبقى على حسب الاليمنتس ماجنتيود. يعني ممكن تكون عندنا داي سيركت ار ال سي مره تطلع ليد وممكن مره تطلع لاج. تمام، عايزين نشوف example number one. عندنا given a circuit ال AC supply بتاعنا ال voltage بتاع ال supply 10 root 2 cosine 4t، هو مديها لنا في sinusoidal form،
وعندنا ريزيستور الفاليو بتاعته 5 اومز وعندنا كاباسيتور الفاليو بتاعته 0.1 فاراد. طيب هو عايز ايه في المساله؟ الريكويرمنتس بتاعتنا وي نيد تو كالكوليت الفي اوف تي اللي هو الفولتج اكروس ذا كاباسيتور والكرنت اكروس ذا كاباسيتور اللي هو الاي اوف تي. دي فيري سمبل سيركت تو بي سولفد، هنحلها مساله سيركت عاديه خالص. الفرق بس وانا بعمل كالكوليشنز عندنا على الكالكوليتر لازم ادخل الفاليوز كريال وايماجينري او كفيزر فورم او فيكتور فورم، ما ينفعش ان انا هسيبها مثلا، ما ينفعش اقول ان الفولتج هو عباره عن 10 روت 2 بس، او اقول ان الكاباسيتور هو 0.1 كفاليوز او كماجنتيود بس، وما اخدش بالي ان في انجلز عندنا في المساله. طيب اول حاجه انا عشان اسهل عليا الحل لازم احول الفولتج اللي هو في الساينوسويدال فورم لفيزر فورم عشان اقدر ان انا اعمل الكالكوليشنز تبقى اسهل على الكالكوليتر. فالفي سبلاي هتبقى 10 روت 2 انجل 0. هنا هو ادي قلنا ان انا عشان احول من الساينوسويدال فورم للفيزر فورم اول حاجه ده كده هوت الماجنتيود، وبعدين كان لو نفتكر مع بعض هي عباره عن كوزاين اوميجا تي بلس فاي، هنا ما عنديش فاي تبقى الفاي بتاعتنا بزيرو، يبقى الفيزر فورم بتاعه الفولتج هتبقى 10 روت 2 انجل 0. طيب هنعمل ايه؟ عايزين نجيب الكرنت والفولتج. هقول ان انا عندي في حاجة تانية هنا هوت عندي هو مديني السي. طيب انا لما باجي احل المسائل عندنا انا بيوز الامبيدنس بتاعتنا. طب الامبيدنس هي عبارة عن لازم يكون فيها جزء اكس سي، زي ما قلنا المرة اللي فاتت الاكس سي هي عبارة عن 1 اوفر الاوميجا سي. طيب يبقى 1 اوفر الاوميجا عندنا من هنا هوت زي ما قلنا دي اللي هي الاوميجا اللي هي 4، والسي عندنا اللي هي جيفن في المسألة اللي هي 0.1 فاراد، هيطلع لنا الانسر بتاعة الاكس سي هي 2.5 اوم. طيب نيجي بعد كده هنحسب الزد او الامبيدنس توتال اوف ذا سيركت، هيبقى في عندنا جزء ريال وجزء ايماجينري. الجزء الريال عندنا اللي هي الفاليو بتاعة الريزيستور اللي هي 5 اوم. طيب الكاباسيتور عندنا بتبقى تملي الساين بتاعتنا بتبقى نيجاتيف جي والاندكتور بتبقى بوزيتيف جي، يبقى الكاباسيتور على طول لازم يكون في الامبيدنس بتاعته نيجاتيف ساين. ليه؟ لان هي عباره عن 1 اوفر جي اوميجا سي، وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت الجي لما بتبقى بتطلع فوق هاخدها بنيجاتيف جي، يبقى هنا عندنا نيجاتيف جي 2.5. طب لو عندنا ال لا هي بتبقى بوزيتيف ساين على طول. ليه؟ لان هي جي اوميجا ال. طيب نكمل مع بعض. الكرنت فروم اومز لو هتساوي الفي سبلاي اوفر الزد توتال، يبقى هتساوي 10 روت 2 انجل 0 اوفر 5 ماينس جي 2.5، هتطلع لنا الانسر ب 2.5 انجل 26 degrees. طيب جبنا كده اهوت الكرنت اول اوفر ذا سيركت، وهو هو الكرنت فلوينج ثرو ذا كاباسيتور، لان السيركت عندنا سير السيركت فكلهم فالكرنت ماشي في السيركت بتاعتنا كلها. طيب لو عايزين نجيب الفولتج اكروس الكاباستور بس، يبقى هو عباره عن الكرنت اكروس ذا كاباستور في الامبيدنس اوف ذا كاباستور، يبقى هتساوي الكرنت احنا قلنا ان هو ب 2.5 انجل 26 خلاص دي عندنا، والزد سي قلنا ان هي هتساوي نيجاتيف جي 2.5، فكده هنبقى عرفنا الفاليو بتاعه الفولتج اكروس ذا كاباسيتور. طيب لو عايزين نعمل ترانسفورميشن للكلام ده في التايم دومين، هقول ان الكرنت قلنا ان هو بيساوي 2.5 انجل 26.5، يبقى الاي اوف تي هتساوي 2.5 هي نفس الماجنتيود كوزاين. ليه كتبت كوزاين مش ساين؟ لان هو كان جيفن في المساله ان السبلاي كان بكوزاين، فلازم تبقى المساله كلها لو احولها للساينوسويدال فورم لازم يبقى واخده كوزاين مش ساين. وعندنا الاوميجا تي ما اتغيرتش اللي هي 4 تي اللي كانت جيفن في المساله بلس الانجل بتاعتنا اللي هي 26.56. طيب لو جينا للفولتج اكروس ذا كاباسيتور عايزين نكتبه في التايم دومين، هو طلع لنا في الفيزر ب 6.3 انجل نيجاتيف 63، برضو الماجنتيود هيبقى 6.32، كوزاين عشان هو السبلاي بتاعنا كان كوزاين اصلا، والاوميجا تي ما اتغيرتش عندنا، والانجل بتاعتنا كانت نيجاتيف 63.5.
0.44. يبقى هنا هوت لو جينا عملنا comparison between ال voltage أو نعمل check على نفسنا هل احنا عملنا ال calculation صح ولا غلط، أدي ال voltage across ال capacitor C وأدي ال current across the capacitor C، هلاقي إن ال voltage started at negative 63 degrees وال current started at 26 degrees، يبقى ال angle between them هتبقى 90 degrees زي ما قلنا المرة اللي فاتت. طيب نفتكر مع بعض what is the difference between the branch and the node في السيركتس عامة. لو عندي سيركت بالشكل ده بيبقى عندنا البرانش اللي هو represent a single element، يعني عندنا ال A مع C ده كده هو اللي هو فيه supply، ده بنسميه branch، اللي هو اللي عندنا اللي هو من A لغاية ال point دي ده بنسميه branch، عندنا مثلا من البوينت دي لغاية البوينت سي ده بنسميه برانش. طيب ايه هي النود؟ النود دي بتبقى عبارة عن البوينت اوف كونكشن اوف وان اور اوف تو اور مور برانشز. فلو جينا بصينا على البوينت او النود بي دي هلاقيها ان هي بتبقى بتجمع لي مور ذان تو برانشز، ادي وان برانش، ادي تو سكند برانش، ادي ثيرد برانش. لو جينا بصينا على البوينت اللي تحت او النود اللي تحت دي اللي هي نود سي هلاقي ان هي بتكومبايند عندنا 4 branches، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. طيب لو جينا نفتكر مع بعض الفولتج ديفايدر ثيوري، الفولتج ديفايدر ثيوري كان بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا لو انا عندي سبلاي وعندي 2 impedances وفي عندي فولتج اكروس الامبيدنس الاولانيه وفولتج اكروس الامبيدنس الثانيه وعايز احسب اي فولتج فيهم، فالفولتج ديفايدر ثيري كانت بتقول لنا ان الفولتج اكروس مثلا لو قلنا امبيدنس 1 اللي هو V1 هيساوي ال V total across all the impedance اللي هو ال V بتاعت السبلاي في الزد القريبة اللي انا عايز احسب عندها اللي هي ال Z1 على السميشن بتاعت all impedances over Z1 plus Z2. يبقى كده V1 اللي هو الفولتج اكروس الامبيدنس اللي انا عايز احسب عندها هتساوي التوتال فولتج في الزد اللي انا عايز احسب عندها اللي هي زد 1 اوفر زد 1 بلس زد 2. طيب لو عايز احسب في 2 بنفس الطريقه هتبقى الفي توتال اللي هي الفي في الزد اللي انا عايز احسب عندها اللي هي زد 2 اوفر زد 1 بلس زد 2. طيب لو جينا نفتكر مع بعض الكرنت ديفايدر ثيوري هي بنفس الفكره، بيبقى في عندي كرنت توتال بيكون داخل على نود بيبتدي يتقسم على تو امبيدنسز، فهنا عندي كرنت اي ابتدى ان هو يتقسم على اي 1 ويتقسم لاي 2 عشان يدخل في زد 1 وزد 2. طيب لو انا عايز احسب اي 1 او اي 2 هنعمل ايه؟ هو عكس الرول اللي فاتت هقول ان الاي 1 اللي هو الكرنت في الزد 1 هتساوي الاي توتال برضو بس المرة دي في زد اللي انا مش عايز احسب عندها اللي هي زد 2 على summation of the two impedances اللي هي Z1 plus Z2. طب لو عايزين نجيب I2، I2 هتساوي I total في زد اللي مش عايز احسب عندها اللي هي Z1 على summation اللي هي Z1 plus Z2. طيب نشوف example 2 given الشكل بتاع السيركت دي، بيقول لنا ان انا عندي الفولتج ال V input ب 10 volts وعايزين نحسب او الريكويرمنت بتاعتنا ان انا عايز احسب ال V output of T as a magnitude and phase shift ومدينا الفريكونسي 5 كيلو هرتز وبيقول لنا specify whether the phase shift is leading or lagging، هل الفيز شيفت بتاعتنا دي lead or lag. طيب هنحل مسألة زي دي ازاي؟ اول خطوه عندنا لازم احول كل ال بتاعتنا او الاندكتنس بتاعتنا لامبيدنس، عندنا كام اندكتنس؟ عندنا اللي هي الواحد ملي هنري وعندنا الاتنين ملي هنري. طيب هنعمل لهم ترانسفورميشن ازاي لامبيدنس؟ اول حاجه احنا عارفين ان الاوميجا اللي هي الانجلر فريكوانسي ايكوال تو 2 باي اف، وهو جيفن في المساله ان الفريكوانسي عندنا ب 50 كيلو هرتز، يعني 50 ملتبلايد باي 10 power of 3. يبقى كده احنا قدرنا نحسب الاوميجا بكام، يبقى الاوميجا هتطلع لنا ب 314
1159 radians per second. يبقى دي أول حاجة جبناها اللي هي الأوميجا عشان أبدأ أحسب الإمبيدنس بتاعة الواحد ملي هنري والاتنين ملي هنري. طيب الزد احنا عارفين ان الرول بتاعتها in case of inductors ان هي عبارة عن J أوميجا L. الأوميجا خلاص عندنا، مرة هحط ال L بواحد ملي 1 ملي هنري بس بالملي عشان احولها لهنري، يبقى هعمل multiplying by 10 minus 3، ومرة هعمل ال L بتاعتنا او ال value بتاعة الاندكتور ب 2 ملي هنري. بعد ما جبنا الزد او الامبيدنس بتاعة الاندكتورز بتاعتنا هيطلع لنا الامبيدنس بتاعت ال 1 ملي هنري هتساوي equals to ال J أوميجا اللي هي ال value بتاعتها هنحسبناها multiplied by 1 multiplied by 10 minus 3 عشان احول من ملي هنري to هنري، وهنجيب الامبيدنس بتاعة الزد ال 2 اللي هي تطلع برضو J أوميجا في 2 multiplied by 10 minus 3 برضو عشان احول من الملي هنري to الهنري. طيب بعد كده اهوت هنبتدي نحل مسألة سيركت عادية. كده احنا جبنا فاليو للزد ال 1 وجبنا فاليو تانية للزد ال 2. طيب هنعمل ازاي؟ هنبدأ ان احنا نعمل calculations للإمبيدنس اللي هي الإيكوفالنت إمبيدنس عشان اجيب الفي اوتبوت. طيب هنعملها ازاي؟ زيها زي اي مسألة سيركت عادية. هنا اهوت دي عندنا، لو جينا اول حاجة انا عايز اجيب الاي توتال ثرو السيركت. طيب عشان اجيب الاي توتال ثرو السيركت هعمل ايه؟ اول حاجه هجيب الزد ايكوفالنت او الزد توتال. طيب هنجيب الزد توتال ازاي؟ لو جينا بصينا على البرانش اللي هو ال 2 ملي هنري وال 50 اومز ده هيبقى سيريز مع بعض، يعني معناها هروح جايه قايله ان الزد بتاعه ال 2 ملي هنري اللي هي عملنا لها كالكوليشن بلس ال 50 اومز. طيب ناخد بالنا من حاجة، ان انا عندي الزد دي قلنا هتبقى imaginary يعني لازم احطها بجي، لازم يكون عندي في الجي موجودة في الاكويشن بتاعتنا، مش ان انا اعملها neglect، ما جيش اعمل زي الدي سي سيركتس اروح قايلة ان هي هتبقى عبارة عن 50 اومز بلس الزد ال بتاعتنا. فكده هوت انا جبت الزد ال اللي هي 50 بلس جي زد ال 2 اللي هي الجي اوميجا multiplied by 2 times 10 minus. يعني لو جينا كتبنا الفاليو بتاعتها هي زد ال 2 هتطلع عندنا 62.83، ده اللي هو الفاليو بتاعتها جي 62.83 اومز. يبقى كده لو جينا كتبنا الزد بتاعت البرانش اللي هو ال 2 ملي هنري وال 50 اومز هيبقى 50 هي الريزيستنس بلس جي 62.83. في مشكلة لغاية هنا؟ طيب نيجي بعد كده هوت انا جبت بقى شكل السيركت الجديد عندي، بقى الشكل بتاعنا ادي عندنا اللي هي ال 1 ملي هنري، وعندنا ادي الريزيستور اللي هي ال 10 اومز، وعندنا البرانش كله ده اتحول لزد جديدة اللي هي سميناها زد برانش 2. طيب ايه الريليشن ما بين الريزيستنس اللي هي ال 10 اومز والزد 2؟ هنلاقي ان التو برانشز دول ار ان بارلل. ليه؟ لان هما they have the same starting node اهي و have the same ending node. يبقى كده هروح عامله زي مساله السيركت العاديه خالص، هقول 10 اومز multiplied by اللي هي الزد 2 كفاليو برضو ليها real و imaginary divided by السوميشن بتاعه التو امبيدنسز اللي هي ال 10 بلس الزد 2. يبقى كده هقول ان احنا عندنا ال زي ما قلنا ان ال Z branch 2 دي 50 plus G 62.83 وجبنا Z branch 2. وبعدين بعد كده هوت هبتدي ان انا اجيب ال parallel branches دي، عندنا طريقة من الاثنين، هقول ان هي 1 over Z parallel equals to 1 over Z branch 2 plus 1 over 10، وبعدين اقلبهم على الكالكوليتر. الاسهل بدل ما عندنا two parallel branches ان انا بعمل multiplication لل two values divided by summation بتاعهم. طيب جبنا ال z parallel بتاعتنا، يبقى كده هوت بقى السيركت عندنا، بقى عندنا اللي هي ال 1 ملي هنري، وكل الجزء ده جبت له اللي هو الايكويفالنت بتاعه اللي هو ال z parallel.
طيب يبقى ايه الريليشن؟ السيركت الجديده عندنا هتكون ادي الاندكتور وادي اللي هي الزد بارلل. هلاقي ان الزد بارلل اللي احنا حسبناها هتبقى سيريز مع ال 1 ملي هنري، يبقى كده الزد توتال اوف ذا سيركت هتطلع لي الفاليو بتاعتها ب 33.5 انجل 74.069. جبنا كده الزد توتال بتاعت السيركت، وانا جيفن عندي ال V input، يبقى كده انا هقدر احسب مين ال I total of the circuit. يبقى ال I total هتساوي ال V input divided by Z total. هلاقي ان ال I total عندنا طلعت بالفاليو دي. طيب احنا عايزين نحسب اللي هو ال current في ال 50 ohms. ليه؟ عشان هو عايز V output، فانا عارفة ان ال V هتساوي I R او I Z، فعايز اجيب ال current through ال 50 ohms عشان اقدر ان انا احسب ال V output بكام. هنستخدم عندنا اللي هي ال current divider. هقول ان ال I through the 50 ohms هتساوي ال I total، ادي ال I total هي اللي داخله لي على النود هنا اهوت، اهي ال I total، وهتبتدي ان هي تتقسم على 2 branches، هتتقسم على ال 10 ohms وهتتقسم على ال branch اللي انا عايزاه اللي هو 2 ملي هنري وال 50 ohms اللي هو ال current ده اللي هو ال I passing through the 50 ohms. طب هنعملها ازاي؟ عن طريق ال current divider زي ما قلنا. هقول ان ال I 50 ohms هتساوي ال I total في ال Z البعيدة اللي هي مش عايزة احسب عندها اللي هي ب 10 ohms divided by ال summation بتاعة ال كل ال impedances عندي اللي هي ال 10 وال Z branch 2. يبقى كده ال I ال 50 ohms هتساوي ال I total عندنا اللي احنا حسبناها اللي هي 0.298 angle negative 74 multiplied by اللي هي الزد البعيدة اللي هي ال 10 ohms اللي هي دي، دي هتبقى اللي هي ال 10 ohms و divided by ال summation اللي هي هتبقى ال 10 ohms مع اللي هي Z branch 2. يبقى كده هوت جبنا ال I through ال 50 ohms هيطلع بال 0.034 angle negative 120. طيب نحسب ال V output ازاي؟ هقول ان ال V output هيساوي ال current through ال resistor multiplied by the value of the resistor، يبقى هيساوي ال I اللي هو through ال 50 ohms multiplied by 50. جبنا ال V output هيطلع ب 1.7 angle negative 120 degrees.